نظم أهالي قضاء خانقين حملة لجمع التبرعات لضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا أسوة بباقي مناطق إقليم كردستان والعراق، وللتعبير عن تضامنهم الإنساني مع الضحايا. الزميل عباس محمد تابع الموضوع وأعد هذا التقرير. بعد السليمانية وأربيل ودهوك وحلبجة وقرميان، خانقين تنضم لركب حملة المساعدات لضحايا الزلزال المدمر الذي أوقع آلاف الضحايا في سوريا وتركيا، تعبيراً عن تضامنهم الإنساني مع الضحايا. احنا نظمنا حملة لإغاثة ضحايا الزلزال كجزء من حملة عالمية لإغاثتهم، ومدينة خانقين معروف بهالمبادرات، واليوم أول يوم نوقف هنا ونشوف شلون الوضع يصير، وعملية إيصال المساعدات المادية راح يتم عن طريق مكتب روجاوا في السليمانية، أيادي أمينة و 100% راح توصل للضحايا. احنا اختصرنا الحملة على فقط المساعدات المادية لأن خانقين بعيدة عن روجاوا، سوريا، تركيا، يعني إذا نطالب بأن الشعب هنا يجيبون بطانيات ومواد منزلية راح يكون صعب إيصالها، يحتاج إلى تكاليف باهظة. احنا كدائرة حكومية مستقلة سوينا هذه الحملة لمساعدة إخوانهم المتضررين من جرائم الزلزال، وهذا واجب إنساني وأخلاقي. حالة مأساوية يعيشها ضحايا الزلزال المدمر جعلهم بأمس الحاجة لمساعدات وإغاثات إنسانية تخفف عنهم وطأة الكارثة، ما دفع بمواطني خانقين بالمشاركة بهذه الحملة الإنسانية. اليوم تهد أهالي خانقين الأبطال بجميع أطيافهم وقومياتهم ودياناتهم بحملة تبرع إلى إخواننا في سوريا الشقيقة وتركيا مما للأحداث الأخيرة اللي صار الزلزال الكارثي اللي صابهم. حقيقة أهل خانقين اليوم أول يوم حملة تبرع، وسوف تستمر لمدة 3 أيام هذه الحملة لإغاثة وأهلنا في سوريا وتركيا، وهذا شيء قليل يعني نشوفه من الحملات الإنسانية المستمرة اللي تمتاز بها مدينتنا مدينة خانقين في جميع المناسبات، وليست هذه المناسبة أكثر من مناسبة تم جمع تبرعات لإغاثة أهلنا في جميع البلدان وسابقا في سوريا والآن أيضا في سوريا، وإن شاء الله سوف تستمر لمدة 3 أيام. نتأمل من جميع المحافظات العراقية وليس في مدينة خانقين. مدينة خانقين يعني نريد كل الإنسان وإنسانية يساعد بالهاي الشغلة، ونريد من كل عالم ويشافون هذا الشغلة وكل المدينة هم يسوون نفس الهاي. احنا اهل خانقين يعني بكل شيء اول الناس ندافع وكل شيء نساعد الانسان وانسانيه. اعزائي احبائي اهل خانقين العزيزه، انتم اهل الكرم والضيافه واهل الخوه واهل مساعده الانسان والتعاطف الانساني. اخوانكم بالمدن الكرديه اللي تعرضت للزلازل واقفين بالشارع بالحدائق العامه بدون ملابس، بدون أكل، بدون مي، وبدون غطاء، بدون خيم. حتى دول العالم اللي وصلت مساعدات أخذتها تركيا تطل للمناطق الخاصة، يعني إخوانكم الأكراد بدون غطاء وبدون أكل بدون شرب. تأتي أرقام الخسائر المتتالية في تركيا وسوريا وسط مخاوف من تفاقمها في ظل استمرار الهزات العنيفة التي تقترب في قوتها من الزلزال المدمر الذي وقع فجر الاثنين متسببا في انهيار آلاف المباني ومقتل عشرات الآلاف وفق إحصائيات متداولة. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.